هذا البرنامج برعاية شركة نقي الفرات. مساء المحبة، مساء الأمل، مساء الهيل على كل مشاهدين قناة سامراء الفضائية. حلقة جديدة من برنامج مشاهير بلاس. لكن اليوم شايفين من واحد يقول عندي مفاجأة كبيرة ويضمها على شخص وكذا. لا، اليوم المفاجأة ما راح أضمها عليكم. اليوم ويانا ضيف فصانعة محتوى جيد جدا حقيقة، مكسرة الدنيا يعني برأيي الشخصي، أعلى تفاعل بالوطن العربي، الجميلة والأنيقة قمر الطائي. مساء الخير عليك، نورتي وشرفتي. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، تعبناك اليوم وتروحي بالسلامة. والله احنا بدنا تبقين بالعراق. بس ان شاء الله ان شاء الله. أنا سمعت انه عندكم شغل وكذا والتزامات. سريع سريع. قبل لا أبدي بالفقرات عندي سؤال مهم. تفضل. مستعدة؟ مستعدة. احنا نوهنا بالحلقة السابقة انه تيجي قد مواليدك؟ اي اتوقع. ايش قد؟ 2005 30/12. 30/12 يعني 2006. 2006 اي. 2006 ومكسرة الدنيا. تمام. عندي مجموعة فقرات. اذا حابة ننتقل للفقرة الأولى. أكيد. قولي لي اوكي. يلا اوكي. فقرة صح أم خطأ؟ الكثير يقول ان قمر الطائي على خلاف كبير مع بيسان اسماعيل، صح ام خطا؟ صح، بس هو مو خلاف انه مثل عركه، الموضوع كله اللي بيني وبينها فتنه وكبر شويه بس. لا، هذا جواب دبلوماسي وباختصار، ما اريد هيك. انا انسان دبلوماسي واحب اجاوب باختصار، ما احب اكبر المواضيع. لا، المشكله انه كلش صديقتك، يعني احنا بالفتره السابقه كل دائما ستورياتكم سوا، الاشياء اللي تقدمها سوا، ما معقوله. احنا عندنا يقولون هنا يقولون الزاد والملح والكذا. هو اكو زاد وملح، وانا اكيد هالشغلات اقدرها، بس ما احب انطي الموضوع اكبر من حجمه. صارت فتنه. فتنه شخص ثالث؟ اي فتنه، وانه صار كلام وحكي كله طبعا ملفق. و انت ابتعدتي له؟ هي ابتعدت وانا ابتعدت وبس. ما احب انه احد انه مثلا يسمع من غيري ما يسمع مني. اكيد. بس اختصار للمشاكل بعدنا عن بعض وبس. بس يعني ما عندي لا حقد ولا كراهية ضد البنية، بالعكس على قولتك كان صديقتي قبل وبالعكس اعزها يعني والله يوفقها، بس انه بعاد عن بعض. احنا عندنا مثل عده انه يقول فرق اربع اصابع بين انه تسمع وشوف بعينك. اي صح صح. صح. هذا ينطبق عليها؟ ما ادري، ممكن ما اعرف. تمام. تحياتنا اكيد لبيسان، ان شاء الله ترجعون اكثر من هاي الصداقة والاخوة. ما حابه انت كانك ما حابه. لا لا، يعني الله اعلم، بس انه عادي، مو ضروري اي اثنين يصير بيناتهم، مش لازم يرجعون، عادي الله يوفقها ويوفقني، بس بعد عن بعض عادي. ما اعرف قمر، احسك انه يوم القاك هنا، ثاني يوم القاك ما ادري وين. اي انا هيجي. هي حياتي بعد شغلي هيجي. لا، مو اقصد على موضوع السفر والكذا. لا، اقصد مع الاشخاص. لا ما انا نهائيا ما راح اذكر اسم بالحلقه، بس يعني بصوره عامه انه اليوم القاك هنا. انت بحياتك اكو شخص، اكو كل الاشخاص اللي عرفتهم ظلوا وياك؟ لا ابدا، مستحيل. هاي الحياه، كل شخص الى فتره محدده بحياتك ويروح، مو ضروري يروح بكراهيه، مو ضروري يبقى وياك فعلا. لا مو انا اقصد اقصد تدرين شنو اقصد؟ اليوم انا اذا كون نجاح مثلا، كونت نجاح بقناه سامراء اوكي، من اطلع بغير قناه وما احقق هذا النجاح الناس راح تنتقدني. زين، انا من حققت نجاح وحدي، إذا طلعت ويا شخص أو ما طلعت ويا شخص ما راح يفرق على العالم. صح لو لا؟ يعني أنت أنا معروفة، أنا قمر طائي، واحد هالناس يحبوها، طلعت ويا ناس أوكي ممكن يفرحون العالم، طلعت وحدي هم أصلاً متعودين عليها وحدي، فما راح يفرق وياهم، صح لو لا؟ صح. أنت إضافة لكل شخص؟ ممكن، إيه إضافة حلوة لحياتهم. تمام. البعض يقول أن قمر أعلى تفاعل في الوطن العربي، والبعض الآخر ينزعج من هذا الكلام. شو سؤالك إلي بالضبط يعني؟ سؤالي أنت أعلى؟ لا، أعلى تفاعل وطن عربي؟ إيه؟ لا لا جد، الصراحة كبنت عراقية ممكن من أعلى الأشخاص أنا من ضمنهم، بس أكيد أكو تفاعلهم أكثر مني، أكو عندهم فولورز أكثر مني، بس أنا من ضمن الأعلى، بس مو أعلى واحد. دقيقة، أكو بوستر بمليونين وشوية تعليق؟ هسا أنا حسابي أصلا من ضمن أكثر 10 حسابات بالعالم بالإنستغرام عليهم كومنتس. أنا عندي بوست على قولتك بمليونين كومنت، كل بوستاتي تقريبا 100,000 كومنت، بس يعني هذا ما يقول انه انا اكثر وحده تفاعل، اكيد اكون نفس تفاعلي او اكثر.
انه انا مو اشهر وحده باللغه العربيه. زين اذا قلت لك يعني مثلا احنا قلنا من راح نذكر اسماء ابدا بس يعني هذا فد شيء ايجابي، اذا قلت لك مثلا تعددي الاثنين اعلى تفاعل اذا كان ولد او بنت مثلا نارين بيوتي اعلى تفاعل منك؟ اكيد اكيد اقدم مني وتفاعله اكثر يعني هاي اول اسم جبالي يعني ما اعرف منه بعد بس انه من العنصر يعني الرجال ما ادري يجي اسم ببالي بس بشكل عام انه انا اقدر اكون بالقائمه مع اكثر ناس عندهم تفاعل تمام بس مو اكثر واحده بس الحمد لله يعني تفاعلي خلينا نكون محليين اعلى تفاعل بالعراق ممكن لو ايه ممكن لا اعتقد ما متاكده اذا اكو حد تفاعل اكثر مني بس انا مثلا انا ما اقارن انا لاني ما اتابع هوايه انا اقارن على العالم اللي يشوفوني اذا كان احد معلن او احد مشهور يقولوا لي انت تفاعلك لحد الان شفنا اكثر تفاعل بالعراق فما ادري ما اقدر اقول هسه كلمه ويجون بعدين يطلع اكو حد اكثر مني وتصير سالفه لا هو ما تصير سالفه انا تصريح من يمي ايه؟ انت اعلى يعني اعلى تفاعل بالعراق تمام الرنج الاعلاني عند قمر رنج عالي لو متوسط احكي على محليا على العراق على قد تفاعلي اكيد متوسط مو كلش عالي اكو ناس ياخذون مبالغ هائله انا ما وصلت لهالمبالغ وبعد يعني لساتني بدايتي ما حصل هسه للمبالغ بس لا متوسطه هسه هاي الامور شخصيه بس انا ما احب احكي المبالغ يعني بس لا ما نحكي احنا على مستوى انه الرنج ما راح نحدد مبلغ لا اقصد انه لا بالنسبه لتفاعلي اصلا اكو ناس يقولون بالنسبه لتفاعلش قليل يعني انا الحمد لله شايف انت حسابي كلش قوي لا متوسطه ان شاء الله بعدين تصير هائله تمام اذا جيت عن جانب المظلم بحياه قمر الطائي راح القي مليون علامه استفهام بخصوص موضوع الحب ما اريد احرجك لا ماكو قمر مليون علامه استفهام ماكو يا علامه استفهام على شنو غامضه اكو جانب مظلم بحياتك ما حد يعرفه ما هو شوف اوكي انا صح مشهوره وسوشيال ميديا بس تظل عندي حياتي الخاصه صح لو لا صح حياتي الخاصه شيء والسوشيال ميديا شيء مو ضروري اني والله كل شيء صار بحياتي احكي على السوشيال ميديا بشكل عام انا هسه ما احب ولا مرتبطه ولا تصريح حلو انا ما اريد احكي انا بالعاده ما اصرح دائما اقول انه يمكن ايه يمكن لا لان بالاخير ما حد له دخل يعني بشكل عام حتى لو هسه كان اكو بيني وبين اي احد شيء ما راح اقول هذا الشيء لحد ما يصير شيء رسمي بالسوشيال ميديا لانه مستحيل اقول والله انا مثلا تليفوني يلا عادي اوكي مستحيل مثلا ثاني اطلع واصرح هيك شيء واكون ما متاكده منه مثلا فهمت علي وبعدين مثلا يروح هذا الشيء تفهمني افهمك فانا ما طلعت السوشيال ميديا لحد هسه انا سنجل قدام العالم كلها وانا اصلا اولويتي بحياتي شغلي يعني انا نمبر 1 عندي هو شغلي لحد هاي الدقيقه سنجل لحد ما احب اصرح ما احب اكون واضحه لهالدرجه ممكن يكون اكو شيء بس من يصير رسمي كل شيء بوقته حلو اكيد ايه. اكيد بس بشكل عام يعني قمر الطائي حاليا اولويتها هو شغلها تمام يعني حتى لو بالمستقبل انخطبت او اي شيء حظل اولويتي شغل شو ليش هو يساله انه قالوا يعني هذا خارج الاعداد والله السؤال ايه. قالوا انه قمر بس اساله هذا السؤال مهم اذا تزوجت تبتعد عن السوشيال ميديا لا بالعكس انا افضل يعني طبعا هو كله قسم نصيب بس اذا أخذ يعني الشخص اللي يكون وياي يكون شخص من المجال على مود انه يكون متفهم الشغلي ويطلع وياي يابا بعد فتحت لكم الابواب بعد شكرا لانه ما يعني صعب اترك شغلي وصعب اترك هذا الشيء انا صارت يعني من اني طفله لحد هسه اتعب على هذا الشغل يعني والمرحله وصلت لها وصعب اترك شغلي يعني واترك ناس اللي يحبوني 4,600,000 متابع على الانستغرام شنو ينتظرون من قمر معقوله فقط بوستات وصور ويوميات ينتظرون المحتوى الترفيهي تونسون يشوفون قمر بس هذا يكفيهم اكو سر عجيب احنا طالعين انا وياك وشايفين يعني حادثه هاي والله انا مناوت سولفه لان هي ما قبلت اصلا سولفه يعني احنا كنا بمول الامنيه طلعونا تتذكرين يعني قالوا لانه كميه الناس اللي جتي كانت مخيفه تمام شنو السر ودي اشوف يعني فد شيء بعيونه ماكو محبه كبيره المحبه من الله محتوى أنا ما أقول لك محتوي هادف ولا محتوي مفيد أنا محتوي ترفيهي أسوي شيء إذا أنت تضايج زعلان تفوت تضحك على الفيديو ممكن تتونس بالفيديو إذا أنت تحب شخصية قمر حتفرج على مود بس تشوف قمر That's it هاي أنا إنسانة معروفة صانعة محتوى ترفيهي ممكن أحيانا أسوي شغلات مفيدة بس بشكل عام محتوي مو مفيد
أنا ما قايلة هيك شيء. أكو ناس محتواهم مثلاً يكون معلومات أشياء، هذا المحتوى اللي يسموه مفيد، أنا لا ترفيهي، فشي يخلي الشخص يغير موده يغير جوه. جميل. فالمحبة طيب. من الله يعني هم يحبون شخصيتي مو ضروري يعني يحبون اللي على مود المحتوى أنا أسوي. لا هو أسا إحنا يعني أنا ما عادش بهذا الموضوع، كثير عندنا من المشاهير ما عندهم محتوى لكن الناس تحبهم بالشارع ولهم اللي هم اسم يعني كلش لامع بالوسط. أكو سر أو مفاجأة من فترة طويلة موعدة بها المتابعين وقلت لهم ورا رمضان أنزل لكم المفاجأة ولليوم ماكو المفاجأة، تصريح خاص ببرنامج مشاهير هذا بلاس. اكسكلوزيف. أوكي، قبل رمضان قلت أنه عندي مفاجأة حتكون بعد رمضان يعني بالعيد عيد الفطر، وحمس المتابعين عليها بس أنه بعدني دا نشتغل عليها. أنا مو أنا دا أشتغل عليها، يعني أكو تيم وبرودكشن كاملة تشتغل على هذا الشيء، فما أقدر أحدد وقت. فأنا يعني المتوقع كان أنه بالعيد. تمام. فما صارت. أنا كل ما أشي شغلة طبعاً ما تصير تأخرت شوية. فالمفاجأة بعدها موجودة بس دا أشتغل عليها لأني ما حاب أنزل شيء شلون ما كان. أنا حاب أنزل شيء بيرفكت يكون إنه كامل. تمام. أنا أعرف المفاجأة راح أغششكم بالستوري. دير بالك. تمام. إذا قلت لك عندك دقيقة. بس هاي الدقيقة تكون كلش مهمة بحياة قمر الطائي، تمام؟ يعني شلون أوصل لك الفكرة؟ إنه هذه الدقيقة بعدها راح ينسد كل السوشيال ميديا مدى الحياة، أوكي؟ هو باعتبار يعني افتراضي. هذه الدقيقة تقدمين نصيحة للبنات اللي يتابعوك. ورا الدقيقة يعني شوفوها كل البنات، ورا الدقيقة ينسد كل شيء. هي نصيحة واحدة، حبوا نفسكم. يعني جد أنا هواية يعني أنطي نصيحة للبنوتات اللي تابعوش. إيه مرات تصير أخطاء وكذا، أنا أنتظر من يمش دقيقة السولفين. أنا هواية أنصح متابعيني وهواية أطلع وأحكي وهاي، بس أهم شغلة حبوا نفسكم، لأن الشخص اللي ما يحب نفسه ما رح يقدر لا ينجح لا حيقدر يشتغل لا هالعالم تحبه لا حيكون عنده ثقة بنفسه. أكيد. وأنا من وجهة نظري أهم صفة بالإنسان الثقة بالنفس، وأنه واحد يكون يحب نفسه. أنا عن نفسي شخصيتي تغيرت لما صرت أحب نفسي. لما حطيت نفسي أنا نمبر ون بحياتي بعدين يجون باقي العالم. لما حاطة باقي العالم قبلي يعني صالحتي مع نفسك. بالضبط. فمن تحب نفسك أوريدي حيكون عندك ثقة بنفسك، حتقدر تشتغل، حتقول أنا حاشتغل لنفسي، راح أسوي لنفسي، راح أنجح لنفسي، صرت إنسان ناجح. حبيت مالت الله. فهاي أكثر نصيحة يعني نصيحة جنن. تمام. ليش دائما يعني فترة من الفترات تنقطعين 6 شهور 8 شهور وراها ترجعين بالسوشيال ميديا؟ أنا ما قطعت هالقد. خلي أكملك. مستحيل. مو بي السؤال بيشقين. أوكي. تمام. الانقطاع لا تجي فترات تنقطعين، تمام. بس ما توصل هالدرجة. هو أنا كل صار سنتين بالسوشيال ميديا. لا الانقطاع اللي صار. هذا قديم. هذا قديم. هذا ما له دخل. هذا قديم. هذا قديم وحكينا بيه وخلصنا. تمام. أما أنا هسه أكثر شيء أقطع شهر. شهر. هذا شهر. أكو ظروف خاصة؟ لا أنا دائما أحب أخذ فترة نفسي. نقاهة. أي. يعني أنا ما انقطع تماماً، مستحيل أنا انقطع السوشيال ميديا تماماً، يعني إذا تماماً حد يوم يومين ما أنزل أي ستوري ولا أي فيديو ولا أي شيء في العالم تبقى ما تعرف قمر جد تسوي. بس تجيني فترات أنه يعني يقل تفاعلي، مو انقطاع، ما يتسمى انقطاع، أقل الستوريز، أقل مثلاً فيديوز يوتيوب هيك شيء. بس أنه انقطاع لا. يوتيوب إيش قد عندك هسه؟ 3 مليون ونص. 3 مليون ونص. 3 مليون ونص. تفاعل اكثر انستغرام لو يوتيوب؟ انا عن نفسي اتفاعل اكثر شيء على الانستغرام لانه اسهل. اليوتيوب صعب. صح. يراد له جهد. كل ايش قد تنزلين فيديو باليوتيوب؟ المفروض كل اسبوع. المفروض اي انزل كل 3 اسابيع، شهر، اسبوعين. اوف. اي يعني مرات التزم كل اسبوع. هذا الانقطاع. خاف لانه الانستغرام بفلوس اكثر من اليوتيوب. اليوتيوب ما بفلوس، يعني شيء كلش قليل. والانستغرام ما بفلوس. اكو ناس عبها التعليقات تجيب فلوس. لا 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 الستوري تجيب فيوز. موضوع الاعلانات اكيد الانستغرام. اي بس انا بشكل عام انا انسانه ما احب اسوي اعلانات هواي، لانه ما احب اسوي اي اعلان او حي الله اعلان. صح. لازم اتاكد من الشيء ويكون شيء يعني اعلان حقيقي 100% واكون انا متاكده منه حتى انشره. فانا مو انسانه تهمني الفلوس. يعني انا قلت لك هذا الشيء بالمقابله اللي فاتت، ما اخذ السوشيال ميديا كهوايه. نعم. بعدين صارت ماي اون بزنس. يعني هسه السوشيال ميديا ماي بزنس. بس ستيل ما الفلوس مو اهم شيء عندي، اهم شيء المصداقيه واهم شيء اسمي قدام العالم. اكيد. ما اريد اذكر اسامي شركات عالميه او شركات عربيه، تمام، بس انت موقعه
مع شركات؟ أنا موقعة ويا World of Business ذكرناها. لا ما هي مو براند الشركة اللي هي إنه مانجمنت مالتي اللي هي يعني مثلاً هي تجيب إعلانات تصفرني الإيفنتات هالسوالف إيه. تمام. عندي مجموعة أسئلة سريعة تجاوبين عليها بكل ما واحدة. تمام. مستعدة؟ يلا. شو وقت تكونين مفيدة للناس؟ كلمة واحدة؟ كلمة واحدة. شنو ممكن أقول كلمة واحدة؟ دائما. دائما مفيدة للناس، يعني حتى لو أنا ما أقدم معلومات مفيدة. لا شو وقت؟ دائما أنا مفيدة. الزمن وقت؟ إذا أقول لك دائما. ها دائما. دائما، أنا حتى لو ما مفيدة بمعلومات أو مفيدة بمعنى الكلمة، مفيدة إنه دا أغير مود الناس. تمام. أفضل مكان إلك؟ بلد لو مكان؟ مكان. بحر. أكبر خسارة للإنسان؟ نفسه. أكبر هزيمة بالحياة؟ الفشل. سر نجاح أي علاقة؟ الثقة. أفضل صانع محتوى عراقي؟ شاب. شاب. علي شاكر. أما كبني علي. تحياتنا أكيد لعلي شاكر، كان أحد ضيوف برنامجي. وصفي للعائلة بكلمة واحدة. أمان. الله. شي تسوي لديليت من الوجود؟ حدد لي شي شنو مثلا؟ شي تسوي لديليت من الوجود؟ نفاق. ملتشومة من النفاق. تمام. أفضل صانع محتوى عربي؟ عربي؟ نعم. أكو هواية ما أعرف. هواية أنا إنسانة. ستي من العراق قبل قلتي لي علي شاكر. العراق لأن إحنا ما يعني ما عندنا هواية صناع محتوى، أكثر شيء إنفلونسرز. صناع محتوى أنا كيوتيوبرز أقصد. بس كعرب أكو هواية. تقدرين تذكري لي ثلاثة أسماء؟ أبو فلة، أنس وأصالة، من بعد؟ الأفضل؟ يعني هذول أنا اللي أشوفهم الأفضل يعني ما أعرف. تمام. بعد ما تابع هواية. بعد واحد. أحمد أبو الرب. تمام. تحياتنا أكيد لكل الأسماء اللي انذكرت. حلوة هاي الفقرة؟ حلوة. أي حبيتي؟ أي. تمام. ناخذ فاصل نكمل فقراتنا. أوكي. فاصل قصير وراجع لكم. هذا البرنامج برعاية شركة نقي الفرات. حبيبتي المشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة صناديق التطبيقات مع الجميلة والأنيقة قمر الطائي. مساء الخير مرة ثانية. مساء النور. منورة ومشرفة. شكرا. أنت منور. تعبتش بالش اسمه؟ لا لا إيزي إيزي، بس هواية تتصل. تمام. عندي هذه الفقرة، عندي ثلاث صناديق، كل صندوق بيفد مفاجأة لك. أنت أدري بيش تحبين المفاجآت. أي لعبتي ملعبي. فخلي فريق الإعداد يطلعون الصناديق وأشرح لك عن الموضوع. أوكي. تمام. عندي ثلاث صناديق، سناب شات وإنستغرام وتيك توك. ما أعرف فريق الإعداد ليش فاتحين الإنستغرام. تمام. فشنو رأيك تختارين الإنستغرام؟ أكيد الإنستغرام. يلا خلي نشوف شنو ببطن الإنستغرام. اوكي. عباس الشيباني. اسولف؟ اي. الكثير يقول ان قمر الطائي وعباس الشيباني على علاقة حب. صحيح هذا الموضوع؟ اول مرة اسمع هالشعة. لا لا لقيتها واني من نشرت الاسك. اي. وقلت انه قمر راح تكون اكثر من 3000 سؤال. شو انحرجتي؟ لا بس استغربت. لا لا استغربت والله استغربت لانه اول مرة. لا. السفر عادي فريندز. فريندلي الموضوع. اي انا وعباس يعني صرنا تقريبا سنتين ونص اصدقاء. تمام. وشغلنا سوا وسافرنا لبنان سوا قبل فتره، يعني احنا شغل نصور وهاي بس خارج السوشيال ميديا يعني كلش انا ويا اصدقاء مقربين، كلش علاقتنا قويه، بس انه ماكو شيء. ليش لعت؟ شو ليش لعت؟ لا هو شوفه بصوره عامه. اي اثنين يشكلون فتشي تيم او يشكلون ثنائي حلوه راح يقولون علاقتهم. اكيد. اي انا تعودت. احتمال من موضوع انه الفيديوهات هذا ان الاشياء الليبسنج اللي سووها مو؟ ما احس يعني ما انا هسه استغربت لاول مره اسمع هاي الاشاعه، كلش استغربت. لا قسم بالله انه انا جايبها يعني من الاسك. احنا كلش بعيدين عن هالموضوع يعني حتى ما نحاول نخلي الناس تفكر بهيج الشيء. ف ما اعرف والله اكثر من 3000 سؤال نفس السؤال يعني عباس. لا انا وعباس اصدقاء. تحياتنا اكيد الجميل والصديق العزيز عباس. خلينا نشوف الصندوق الثاني، شنو حابه تختارين يا صندوق ثاني؟ سناب شات. والله احس انه فريق الاعداد
منطج فتشي لأنه العراق تركيا الإمارات سو وين الاستقرار؟ تركيا الأمان العراق الراحة النفسية تركيا زين يعني ما راح أخليك بخانة الاختيار وكذا حتى لا أحرجش بس ليش ماكو استقرار بالعراق رغم انه كلش الناس تحبك لانه انا تعودت على تركيا ومن انا صغيرة بتركيا فصعب واحد يغير مكان مستقر به وانا بشكل عام اجي العراق كل فتره وبعدين انا ما اتحمل الجو صراحه بالعراق تو بي اونست الجو هنا انا طول يومين ما بدبي هم كذلك بالامارات انا ما انا ما عايش بدبي انا عايش بتركيا اي بس دائما تروحين اروح بالشتاء ها القاري مرة رحت بالصيف ما اسمع الاجوبه هنا وخليتها هاي الاعذار القاري مرة رحت بالصيف انا اصلا جيت العراق بالصيف يعني زين غير الحريه الاكبر بتركيا وبالامارات مو مثل العراق تركيا بالامارات هم ناس هواي يعرفوك وكذا نسبويا بالامارات بالامارات ايه يعرفوني لانه هواي اكو سياح وعرب وهيك شيء بالعراق ماكو احد ما يعرفني بالشارع مستحيل تركيا لا يعني اكو بس يعني 50% يعرفوني 50% لا لانه تركيا 50% منها عرب اها هواي بالعرب تاخذين حريه اكبر وين بيا بلد من هذول الثلاثه تركيا هم ثلاثتهم ماكو يعني ثلاثتهم انه انا انسانه معروفه بس انه تركيا احس اكثر شيء لانه الاخير اتراك يعني اكو مناطق معينه اروح لها بس اتراك ما يعرفوني راح اضل الاقامه بتركيا الله اعلم للزمن تمام شو رايك بهاي الفقره حلوه اللي وراها على التيك توك خلينا على التيك توك لا هو حق لك اثنين يعني مو ثلاثه ناخذ فاصل وننتقل للفقره اللي وراها كلش حتحبيها اوكي فاصل قصير وراجع لكم هذا البرنامج برعاية شركة نقي الفرات. أحبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، قمر خلتني أشرب مي هواي لأن تعبتني ما كل أجوبتها دبلوماسية. راح أنا قلت لك قبل الحلقة قلت لك ما أريد أعرف الأسئلة. قلت لك أحب أجاوب قبل. صح تمام. لا هو أنا قبل الحلقة ما ردت أنطيش الأسئلة. أعطيني فكرة عن الأسئلة. أردت أنطيش فكرة. قلت لك ما أريد. تمام عندي هذه الفقرة عندي مجموعة صور نختبر ذكائك اسمها فقرة لعبة الذكاء نطلع الشخصيات مغوشة وجوههم يحق لك تسأليني 4 أسئلة وهي انطيت الشرعية بالبرنامج لأنه أنا 3 بس لأنه أنت خطار علينا سويتين 4 ماشي أوكي فالضيوف راح يزعلون أوكي لا جاي لكم 4 أوكي ماشي تمام خلي فريق الإعداد يطلع لنا أول صورة بسمه اوف شلون عرفتي ترى كلش مغوشه بينه والله عرفتها من ايده طلعنا صوره بسمه بسوم الصديقه والاخت العزيزه الممثله الرائعه ما تدرين بهذا الموضوع يو بس ممثل يعني ما ادري ايه جد سوينا انا وياها قبل فتره يعني فيلم مع تيم العصابه تحياتنا لهم والله كسر الدنيا والله يعني طلعت ممثله خطره كفو والله كلها مواهب اكيد بس يوم القلب الابيض حقيقه الانسان المحترمه جدا جنة تحياتنا لها شوف ايش قد تحبش قمر بساعه قول تمام اجمل تحيه اكيد البسومه خلينا نشوف الصوره اللي وراها اسأليني شو ها بس صح انت بكيفك بس اذا عرفتي قبل يعني احس ما شاء الله يعني لا ماذا اعرف ما اسأليني عراقي من اصدقائي لو ما لا مو من اصدقائي لا يعني ما نعرف بعض لا يجوز مشاوفين مره مشاوفين مره يمكن هسه اثنين أول حرف من اسمه لا ماكو قولي لي شنو هوايته شنو هوايته يعني شنو موهبته شو يسوي مطرب إيه مغني هاي 3 بعد لك 1 اسم أغنية له لا ما شو أنا أقول لك هسا آخر أغنية إلها كسرت الدنيا ما أعرف كلش تحبيه محمود تركي صح التقيت فيه مره صح تذكرت انا صوره مع محمود التركي
يا والله وانا مبين تدري وانا عرفت. بس ليش كلش تحبين اغاني ياسمين؟ كلش كلش والله. بس ما توقعت ما شفت ما شاف هاي الصوره قبل. تحيه اكيد لمحمود التركي. شنو تقدمي له كلمه؟ استمر. كلش احب اغاني. تمام خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. عباس. لا بلا. لا عباس مو عباس مرتضى. هاي شنو هاي؟ ما يصير هيك يعني. قلنا لكم كلش غوشوها. طلعنا الصورة شباب. العزيز والجميل. أمسوي نفس تسريحات عباس لهذا. قلت لك عباس. مرتضى أركان، أجمل تحية له، وإن شاء الله يا رب يكون أحد ضيوفنا بالمستقبل القريبة والبعيد ما أدري. شنو تقدمي له كلمة؟ مرحبا. هلا ورد عليك. هلا شلونك شو اخبارك؟ تحيه اكيد المرتضى. اكيد. كلش ذكيه ما شاء الله. اني يعني عندك سرعه بديهه. لا مو اصدقائي. اصدقائي يعني هذا مسوي ايده ايش نفس عباس ولا عباس. بسمه. تمام خلي ناخذ فاصل. خلصت هاي الفقره. حسيت شيء كلش تونستي بهاي الفقره. لا حلوه. اي ناخذ فاصل بس نصعبوها اكثر. هسه من هيك فريق الاعداد بعد صعبوه. ناخذ فاصل ننتقل للفقره اللي وراها. تمام فاصل قصير وراجع لكم. هذا البرنامج برعايه شركه نقي الفرات. احبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الطويل مو القصير. هاي الفقره اختياريه يعني اللي اشوفه مشاكس وكذا وما ادري شنو اخلي لها. اللي اشوفه فقير وحباب وكيوت ما اخلي لها. هاي فقيره حباب وكيوت. لا 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 مشاكسه. طيب فهذه فقره هوايات الطفوله. تمام اوكي. شنو كان حلمك بالطفوله؟ اصير يوتيوبر. صدق وتحقق؟ تحقق. شنو الالعاب اللي تحبيها بالطفوله؟ ببجي. انا بالطفوله كلش. اي الطفوله كلش كلش. اي ماكو ما اتذكر. ما اتذكر كلش. شلون كلش تتذكرين؟ والله ما ادري يعني كنت احب العب طوبه بالشارع. لا جد. والله بس انه الطفوله اللي هي مثلا من عمري 12 لحتى تقريبا 14 شيء يعني حياتي عباره عن ببجي. تمام. احنا عندنا هنا بالعراق عندنا دول اللي يطفرون من المدرسه من الباب. لا انا كنت حبابه. ها ترى انا والله حبابه بس انت بس ايش ماخذ علي فكره. احسن نقول مشاكسه. مو مشاكسه هذه هسه جو صرت. زين تعرفين قبل يعني انت من انت صغير وتحس انه شوفت شخص بالتلفزيون وكلش تنعجب به وهاي الامور ما ربيش هذا الموضوع؟ يعني فنان او ممثل او قبل اتذكر وانا صغيره كنت كلش احب تامر حسني. كلش اي و لا انا احكي هاي الاحلام انه لازم اكبر ويصير زوجي وحبيبي وهاي. هو هيك شيء تقريبا بس انا كلش صغيره عشان عمري 7 سنين. شو جيت على العله هسه تذكرت مع هاي ناسيه. وكنت احب الهنود بس ما اتذكر اسمائهم. كاينه كابور وذولا كنت احب اتفرج هندي ما ادري ليش. هسه شنو هواياتك بصوره عامه يعني شنو تتابعين؟ شنو اتابع؟ اجنبي اكثر شيء. انجليزي يعني امريكي. متابعين عرب؟ يعني المسلسلات العراقيه العربيه؟ ابدا. مرات ايش اشوف مقتطفات من امي تشوف اروح اتفرج على قاعد باوع ابوها شويه وياها بس انا اكثر شيء احب اتابع انجليزي امريكي. تمام اكيد تحياتنا لماما وقمر. تعبناها اليوم. قلت لي اكل والله. كافي تتصل. بس انتم يعني البنات بصوره عامه ما عاد كم موعد يعني؟ لا انا عندي موعد. قلت لك 4 الا ربع؟ 4 انا جاهزه. لا مو كان عندي شغل قبلها. طلعتي بال 24 دقيقة. لا بالضبط 14 دقائق. مو 24؟ هم زين عندي شهود. 24 هذا طبعا صديقي اخباري قلت. تمام. نروح للفقرة اللي بعدها؟ اوكي. سولفنا هواي بهاي الفقرة. تمام. فاصل قصير وراجع لكم. هذا البرنامج برعاية شركة نقي الفرات. أحبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة سمايلات الصراحة. شلون يقولون؟ لا بكافي أمثال لأن أنت ما تعرفين أصلاً. ما أعرف الناس ما أتعلم منك أنت. زين بعدك ما تعرفين شنو التشاك ماتشر؟ التشاك ماتشر هو المجر اللي يصير بالسيارة اللي قدام. حلو. حلو قلتي لي بالكواليس قلتي لي أنا أعلمك كلمات بالجديد. طبعاً.
تمام. هذه الفقرة عندي مجموعة سمايلات أوكي، كل سمايل تخلي لي قبل تقولين اسم وإحنا نطلع الصورة مالته. أوكي، يعني نص اختار اسم على حسب الإيموجي. إيه. أوكي. أشخاص يعني مشاهير. أوكي، عبر عن الإيموجي مثلاً. بالضبط. تمام أوكي. أوكي. يعني حلوات شو اسمه السمايلات. خلي زميل المخرج وفريق الإعداد يجهزون لنا السمايلات. خلينا نشوف السمايل الأول. قلب أبيض. قلب أبيض. ممكن أقول إنه شخص لأنه هو قلبه أبيض صح؟ إيه مو مشكلة. أوكي، عباس الشيباني. عباس الشيباني تحياتنا أكيد. قلبه أبيض بس ما قصدي غير شيء. أنا عرفت إيش بقى قبل وضحت. لا لأنه إنسان جد قلبه كلش أبيض، يعني ما يبين هذا الشيء على السوشيال ميديا، بس هو كلش إنسان حباب الحقيقة. تمام، تحياتنا أكيد العباس الشيباني. الصورة اللي وراها، السمايل اللي وراها عفواً. أنا كنت منتظر تخلين عباس هنا. بسمة. بسمة بغداد. بسمة هواي تضحك وهواي تضحك، كلش فرفوشة وأحس إيش بهذا السمايل. تحياتنا البسمة. السمايل الثالث. علوش الأمير. ليش ما علوش حبار؟ دائما هيش وجهه، حتى لو هو ما بيشي مبسوط هيش وجهه. صدق؟ دائما هيش. تحياتنا أكيد العلوش الأمير، ولو زعلان أنا عليه بس تحياتنا إليه. لأن دائما غاضب. ولا علاقة. تمام، خلينا نشوف السمايل اللي ورا. القلب الأحمر. ماما. أدري تفكيرك شنو البطل هذا. ماما. لا هو بكل حلقة موجود يعني. مدى أقصدك. تحياتنا أكيد الماما أم قمر. السمايل لورا والله تستحقها هي أكيد. وردة. وردة. مسلم. شنو؟ تحت التدين. هاي الحركة اللي يجي تحت التدين. ترى يا جماعة أبد مسلم ما قال لي قولي اسمي أبدا. لا يا ما قال لي ما قال لي يعني. لا مو أنا قلت لك حتى طلعت من الإحراجات. زين. لا أنت ما قلت لي، أنت قلت لي، أنت ما قلت لي شو. لا قلت لك. لا أنا أعترف. أي دا بتحكي. هسه الوردة المن ما أريد عمالية. مسلم الوردة. يلا عيالي. تمام. شنو رأيك بهاي الفقرة؟ حلوة. لطيفة. بس بالبداية حسيت إيش تعصبتي وشي. أنا تعصبت. إيه والله. ضجتي من الأسئلة بالبداية. لا ما ضجت، بس أكو مواقف هذا ما حد يكون بها سيريس، مواقف لا. أكيد. جدية بالبداية السلام. ما حسيت بالوقت والله. أكيد يعني. تدري. قمر طاي يعني قمورة يعني. باع أحبك رام ذاتي. يعني متواضع علي كلش. مرت يمكن أكثر من نص ساعة. والله ما حسيت بالوقت أمانة. يعني تتي تستحقين كل خير. حمدي بنفسك هواية. يعني خبر يعني ما يحس بوقت وياها يعني. حلو البرنامج، حبيت الفكرة. لا والله حلو البرنامج، شيء خفيف لطيف. الله يسلمك. كلمة أخيرة لجمهورك وللبرنامج. الجمهور أحبكم كل شيء هواية، وجمهور البرنامج برنامج كلش حلو والله، استمتعت كلش فيه مسلم. الله يسلمك. شكرا على هالحلقه الحلوه، وحطوا لايك وتعليقات شيروها. حلوه وشيروها. شكرا قموره، نورتينا وشرفتينا. شكرا جزيلا. اما بالختام تقبلوا تحياتي، كان في الاعداد والتقديم مسلم الربيعي. حتى التقيكم في حلقه قادمه، كونوا في امان الله.